بجهز مقادير الشربات، كوبايتين من السكر وعليهم كوبايه واحده من الميه. ده السكر الخاص بالحجازيه، اهم حاجه وانا بصب ما طرطش كده في حرف البان او الطاسه. ليه بقى؟ لو السكر ده طرطش هيسكر لي الخليط بتاع الشربات، فانا عايزاه كده مش هقلبه، انا مش هعمل فيه حاجه، هو بيدوب لوحده. هوريكم دلوقتي هيبقى معانا عامل ازاي. دي عندي عصير ليمون اهو، معلقه من عصير الليمون، وعندي المعلقه بتاعه عسل الجلوكوز. معانا مدام ريحاب من المنيا، يا اهلا وسهلا مدام ريحاب. الو، اهلا بحضرتك. الو، ايوه سلام عليكم مدام ريحاب. ازيك؟ اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك عايزه طريقه البيتزا من عينيا. العجينه حاضر من عيني، اقولها لحضرتك دلوقتي حالا. شرفتيني شرفتيني مدام ريحاب، تحيه لكل اهل المنيا، تحيه كبيره ليهم. طيب انا كده عملت ايه؟ حطيت اهو معلقه عسل جلوكوز، كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، وعصير الليمون. هجيبهم بقى هنا على النار كده، ممكن يبقوا هنا. اول ما يبدا يغلي ويبدا يعني السكر كده يفك، هبدا اوطي من بعد الغليان، هعد 5 دقائق على الساعه، هطفي على الشربات وبعدين هيهدى. معلقه الجلوكوز هتدي قوام، هتحفظ الشربات. لو انتوا حاطه عاملين كميه وحبيت تحطوها في الثلاجه تقعد معاكم وقت طويل، ممكن لحد 6 شهور ما يسكرش. طيب انا هعمل ايه؟ انا هعمل بس كده اهدي سنه النار، عشان عندي هنا النار عاليه. ممكن نقول مقادير هنيسه الاول عشان مدام سهام حبيبتنا. عندنا كوبايتين من السميد اللي هو دقيق البسبوسه الناعم، عندنا كوبايه من اللبن، كوبايه من جوز الهند يا مدام سهام، مبشور او مضروب في الكبه براحتك، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي كوبايه من الزيت، وكوبايه من السكر. هنعمل ايه بقى؟ اقلب بس كده. انا هعملها لك يا مدام سهام ما تقلقيش، هعملها لحضرتك عشان دي كمان ليها شربات. هريسه دي روعه، انا عايزه اعملها لهم. كده اتاكد بس ان انا شغلت النار هنا. اوكي لو حسيت ان في سكر جه على حروف البان، لا يبقى لازم اخد فرشه كده لطيفه وشويه ميه واعمل كده في حروف الايه البان كده، عشان اضمن ان هو الحروف ما يبقاش عليها سكر فما يسكرش، ما يبوظليش الشربات. وعرفوا ان العسل الجلوكوز دي ماده حافظه فعلا زيها زي ملح ليمون، بس هو بقى الفرق معاه انه بيدي قوام بعد ما الشربات ده بيبرد، يدي قوام للشربات بيخليه تقيل. نفس السماكه اللي احنا عملناها هنا وريتها لحضراتكم واحنا بنصبها على خليط الحجازيه على الحشو بتاع الحجازيه.